السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للبيع شقة في منطقة يلمزك، طبعا داخل مجمع سكني متكامل الخدمات. احنا الآن في الدور السابع، بنعرضكم الشقة رقم 24، مساحتها 175 متر مربع، ثلاث غرف وصالة. أول ما ندخل هذا المدخل الواسع ما شاء الله تبارك الله، عندنا هنا الانترفون، طبعاً انترفون فيها الكاميرا زي ما شايفين، ما شاء الله مدخل واسع. على يسارنا نبدأ بالصالة، هنا عندنا الصالون ما شاء الله تبارك الله، مساحة كبيرة وشرحة، طبعاً التدفئة فيها مركزية، تدفئة أرضية، نظام التدفئة عندهم أرضية. هذه الإطلالة الأمامية، الواجهة الأمامية على الطبيعة والبحر. راح نشوفها الآن بشكل أوضح من البلكونة. هذه البلكونة مشتركة بين الصالة والمطبخ، هذه الصالة هنا عندنا الممر، نشوف المطبخ. طبعا ميزة الشقة انها جانبية على ثلاث واجهات، هذه البلكونة الأمامية زي ما انتم شايفين، مساحة كبيرة وشرحة، نشوف الإطلالة الأمامية، هذه الإطلالة الأمامية ما شاء الله تبارك الله. طبعا عندنا داخل المجمع جلسات عائلية، ألعاب أطفال، مواقف سيارات مغلقة ومكشوفة زي ما انتم شايفين. هنا مدخل المجمع، هنا عندنا ملعب كرة قدم وملعب سلة، أيضا إطلالة جميلة على الطبيعة. هنا المطبخ شفناه مع بعض، هنا مدخل الشقة، طبعا فيها ثلاث دورات مياه. هنا الحمام الأول أكرمكم الله، وهنا عندنا مكان غسالة الملابس، وهذه الغرفة الأولى، مساحة كبيرة وشرحة ما شاء الله. هذه الغرفة الثانية لها إطلالة جميلة جدا على الطبيعة، وهنا عندنا دورة المياه الثانية في هذا الروش أيضا متكاملة، وعندنا غرفة النوم الرئيسية. هذه الواجهة الثالثة ما شاء الله تبارك الله، إطلالة كاملة على البحر زي ما انتم شايفين. هذه الغرفة وفيها أيضا دورة مياه خاصة فيها متكاملة، هذه إطلالة بغرفة النوم الرئيسية. طبعا موقع المشروع قريبا من مطار طرابزون، تبعد 5 دقائق فقط، إطلالة كاملة على البحر على الطبيعة. أيضا لها بلكونة خلفية كبيرة ما شاء الله بإطلالة جميلة. هنا عندنا فندق رمادة زي ما انتم شايفين، هذه فندق رمادة، مجمع قريب من فندق رمادة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.